وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق في القاهرة الكبرى تحقيقا لسهولة ويسر الحركة للمواطنين من مرتدي تلك الطرق والمحاور. وخلال اجتماع آخر وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع الشركات من القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر بداية بمراحل التجميع وصولا إلى التصنيع المتكامل ما يتماشى مع وجهها العالميه المتنامي في هذا الصدد ذلك في اطار تنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه للتحول الاخضر اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل وذلك بحضور السيد محمد منصور رئيس مجلس إدارة شركة منصور شافرولي والسيد طارق عطا رئيس مجلس إدارة شركة جنرال موتورز والمهندس لؤي الشرفة الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز للشرق الأوسط وأفريقيا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع شهد متابعه الموقف التنفيذي لاستراتيجيه الدوله لتوطين صناعه السيارات الكهربائيه في مصر وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز التعاون مع شركات من القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر بداية من مراحل التجميع وصولا إلى التصنيع المتكامل بما يتماشى مع التوجه العالمي المتنامي في هذا الصدد وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر مع الأخذ في الاعتبار مردودها الإيجابي الهام على الدولة والمواطنين اقتصاديا وبيئيا و صحياً مع ضمان أن تكون أسعار السيارات اقتصادية وعلى أن يتم العمل في هذا الإطار بشكل متكامل بالشراكة مع القطاع الخاص إلى جانب نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن الكهربائي للسيارات على أوسع نطاق على مستوى الجمهورية بما فيها محطات الشحن متناهية السرعة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء أيمن سليمان مساعد رئيس الهيئة الهندسية للتسليح. والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق والمهندس محمد طلعت الاستشاري بمشروع مسجد مصر الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية وقد تم في هذا الاطار استعراض جهود تطوير الطرق والمحاور بغرب القاهرة سواء من خلال توسعة المحاور الحالية او انشاء محاور جديدة بما فيها انشاء محور موازي لمحور 26 يوليو بطول 12 كيلو مترا لتتكامل مع ما تم من تطوير بشرق القاهرة وذلك في اطار العمل على حل مشكلة الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبرى وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق في القاهرة الكبرى تحقيقاً لسهولة ويسر الحركة للمواطنين من مرتادي تلك الطرق والمحاور وللقضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث شبكة الطرق والمحاور المرورية بالقاهرة الكبرى بما فيها من خلال رفع كفاءة المحاور الرئيسية التي تربط شرق القاهرة بغربها، فضلاً عن تطوير منظومة الطرق والمحاور بمنطقة غرب القاهرة الكبرى، وذلك تكاملاً مع ما تم في منطقة شرق القاهرة بهدف التخفيف على المواطنين بمنطقة غرب القاهرة والتي تعاني من كثافات واختلافات نقاط مرورية شديدة. كما تم استعراض الموقف الانشائي والهندسي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة مسجد مصر والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به لا قاعة دار القرآن الكريم فضلا عن عرض الموقف التنفيذي لكل من ساحة الشعب وساري العلم وكذلك القيادة الاستراتيجية. كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية لا سيما مدينة الجلالة وما تضمه من مناطق ترفيهية وسياحية، وكذلك الموقف التنفيذي للبنية الأساسية لمشروعات استصلاح الأراضي في منطقة جنوب الوادي بتوشكا. كما تم استعراض جهود تطوير البنيه الاساسيه لمدينه شرم الشيخ استعدادا لاستضافه القمه العالميه للمناخ في شهر نوفمبر من العام الجاري فضلا عن عمليه التطوير الجاريه بمنطقه الرويسات في شرم الشيخ بما فيها رفع كفاءه التجمعات السكنيه والبدويه بالمنطقه حيث وجه السيد الرئيس بالعمل على ان يتم تطوير تلك المنطقه بشكل متكامل لصالح السكان بحيث تتضمن مباني خدمات اداريه شامله على اعلى مستوى